رجعنا مره تانية ولسه نورنا طبعا الناقد الرياضي واستاذ علاء عزت الناقد الرياضي في الارام. رحب بحضرتك مره تانية. اهلا وسهلا. احنا النهارده بما انها اول حلقه لينا في كلام في الميديا, فانا طلبت من الجمهور ان هو يبعت لنا حابب يشوف ايه معانا في كلام في الميديا على مدار الايام اللي جايه ان شاء الله. وتعالى دلوقتي بقى نشوف الرسائل اللي جت لنا على تويتر من خلال هاشتاج لبرنامج كلام في الميديا. نبتدي مع بيبو بعت يقول لنا عايزين نرد وبشكل موضوعي على كل ما يكتب عن الاهلي في الميديا وخصوصا الكلام السلبي. عبد السلام غانم بيقول عاوزين نعرف كل ما يكتب عن الاهلي سواء من سلبيات وايجابيات ونرد على كل الكذب والافتراء على النادي. استاذ علي حضرتك شايف الناس مهتمه ازاي؟ عايزين يردوا على السلبيات, عايزين يردوا على النقد الهدام, عايزين يردوا على الاشاعات اللي بتتقال على النادي الاهلي. جمهور طبعا قلقان الفتره اللي فاتت دي, شايفين ان في حمله على النادي كبيره جدا, يعني حمله اكبر بكتير ما الواحد كان متخيل. يعني انا موجود في الاعلام بقى لي فتره عمر وشفت حمله على النادي الاهلي بالشكل ده. زمان كنا نعرف ان في حملات موجهه, لكن الجديد ان في حملات موجهه وحملات ماجوره, ودي اصعب ان يكون حملات ماجوره, دي بتبقى صعبه قوي. مدفوعات الثمن طبعا اكيد. يعني فالجمهور الاهلي قلقان قوي من الحملات دي, شايف ان هي اكبر اكثر انتشارا وخطوره, وخاصه كمان هي قايمه على الشائعات كمان, فجمهور الاهلي بيبقى محتاج دايما حد يخرج. بس انا عمري في حياتي ما بحس بقلق من الحاجات دي, يعني انا شايفه ان دايما الشجره المثمره طبيعي. لا لا لا, لا بس لا يعني, وده عمره ما هيقلل من النادي الاهلي ولا هيهز النادي الاهلي ولا هياخد حاجه منه. لا هو شوف جمهور الاهلي دايما وابدا كان بيرى ان اجمل ما في اداره النادي الاهلي هي التعامل بهدوء وحكمه مع مثل هذه الامور, لكن لما بتزيد الشائعات وتزيد الاقاويل وتزيد الاكاذيب ده بيخلي الجمهور شويه بيبقى عايز حد مسؤول يطلع في توقيت معين يشرح لهم الحقيقه او يوضح لهم الحقيقه. ده كان مهم جدا, ودي النادي الاهلي عملها الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. الجمهور عارف ان شافوا الفتره اللي فاتت دي ان الاعلام بيموجه ضد النادي الاهلي بشكل رهيب. شفنا برامج بتخرج مخصوص عشان تهاجم النادي الاهلي, وده امر قلق جمهور النادي الاهلي جدا. يعني خلاص دلوقتي شوف بتبقى حملات, يعني عدد البرامج اللي بتحارب البرامج الرياضيه اللي موجهه ضد النادي الاهلي اكتر بكتير جدا من الناس كانت بتتخيل. يعني يعني حضرتك مثلا ما تشوفي مثلا ممكن نقول 70% من البرامج الرياضيه كلها ضد النادي الاهلي. طيب او موجهه ضد النادي الاهلي. الهدف لده ايه؟ لا دي حملات هيوصلوا لايه بالحملات دي؟ يهزوا النادي الاهلي طبعا, يهزوا الكيان ده, يفتحوا مجال للانديه اخرى. في انديه تانية نفسها يعني تكون في مكانه وتاريخ النادي الاهلي ده, فبالتالي لازم يهزوا الكيان ده ويهزوا من خلال هل ده ممكن يحصل بالشائعات دي؟ دي انجازات وارقام. لا لا طبعا, لا لا طبعا, لكن يعني التشكيك عمرها ما هتقلل منها ابدا. هم بيراهنوا على التشكيك في يعني شفنا النهارده مثلا يعني حاجه, يعني انا اول مره الصبح ضحكت, يعني واحد بيقول لك ان احنا لابد من معاقبه مصعد عوض حارس حدود. كلام منطقي. لا ده في صحفيين كاتبينها كده. ده كلام يعني تخيل واحد صاحبي يعني بيقول لك ان انا بطالب بالتحقيق. طب انت بتطالب بصفتك ايه؟ مش انا هي. انت ايه دورك؟ وهل ده اصلا كلام منطقي دلوقتي؟ حارس مرمى هينزل يضيع مستقبله عشان كان بيلعب في نادي هو النادي المنافس؟ طيب ازاي يعني؟ يعني لو انت يعني امهلت نفسك فرصه انك انت تفكر وترجع بذاكرتك لورا, مش هقول لك ارجع للتاريخ, لكن تعال شوف كام اخطاء حراس مرمى في مصر. يعني احمد مسعود في مصر بس, يعني في العالم طبعا. يعني كاس العالم اللي فات شفنا اخطاء كارثيه, نهايه كاس العالم فيها خطا كارثي من حارس مرمى. صحيح. خلاص بلاش كده. احمد مسعود حارس مرمى النادي المصري, مباراه السوبر بين الاهلي والمصري في الامارات, خطا فادح جدا في مباراه السوبر دي, وكان نتيجتها ان الاهلي كسب 1-0. هل احمد مسعود حارس مرمى المصري وقتها كان حارس ده الجون هل يعني انا برجع لحضرتك بس يعني خطا وارد, خطا وارد جدا. كل الاخطاء وارده في المباراه, في نفس المباراه دي شريف اكرامي في دقيقه 33 من الشوط الاولاني مر الكوره بنفس الطريقه دي, لمن حسن حظه مرت من تحت قدم حارس لاعب حرس حدود. يعني لو كان حارس حدود لو جابوها في الدقيقه 33 من الشوط الاولاني في نفس الخطا ده ارتكبه شريف اكرامي, لكن من حسن حظ شريف اكرامي الكوره عدت من تحت اقدام اللاعب حرس حدود. لكن هنا ده سوء توفيق, وبعد كده مش قصد. فانا بقول يعني هو يعني دلوقتي الجمهور على السوشيال ميديا, الجمهور المغرض, الجمهور ضد النادي الاهلي عمال يشكك في ولاء مصعد عوض, ان مصعد عوض بيع الماتش, ان مصعد عوض مفوت للنادي الاهلي. طب هل احمد مسعود حارس مصر كان برضه فوت للنادي الاهلي مباراه السوبر؟
هل حارس مرمى منتخب الارجنتين كان مفوض في مباراه كرواتيا لما عمل خطا لا يمكن خطا مش ممكن يتكرر مش ممكن حارس مرمى يقع فيه ورغم ذلك وفي كاس عالم شفنا حارس في النهائي نهائي كاس العالم شفنا حارس المرمى ازاي الكره تقع من ايديه حارس مرمى كرواتيا في ماتش فرنسا ازاي الكره تقع من ايديه طبعا دي نوعيه من الحملات اللي انا بقول لك عليها بتزعج جمهور النادي الاهلي بتزعجها دايما التشكيك ان يعني يقول لك ان اللعيبه اللي بتلعب ضد النادي الاهلي يعني النهارده شفنا خلاص انا كلمتك على ناقد رياضي كتب ان هو بيطالب بالتحكيم انا مش عارف ازاي هو بيطالب يعني وده مش من حقه ومش دوره ما عندوش سلطه ان هو يطالب هذا نشوف نجوم الكره كانوا بيلعبوا في انديه اخرى بيشككوا في الهدف ان مصعد عوض كده طب يا سيدي طب يعني يقول لك مصعد عوض انتماء وعاطفته مصعد عوض في احد البرامج قال انا زملكاوي مصعد عوض وهو حارس مرمى النادي الاسماعيلي النهارده جمهور الاهلي ابتدى يرد وجمهور الاهلي من الوعي ان هو فضل يدور على مصعد عوض قالوا له مصعد عوض مره في احدى البرامج قال ان انا اسماعيلاوي وبشجع بس خلينا برضو نكون ناس منطقيين اهلاوي او زملكاوي او ايا كان انتمائه ايه لكن هو في الاخر بروفيشنال بلاير يعني هو ده رزقه ده اكل عيشه طبعا يعني اكيد مش هيضحي بمستقبله عشان هل انتمائه للنادي الاهلي يكون على مستقبله ومصلحته يعني هل مصعد عوض ما بيحلمش يكون حارس مرمى منتخب مصر هل مش عارف ان الجهاز الفني منتخب مصر بيتابعوه الكابتن احمد ناجي مثلا ممكن يكون بيتابعه ان يكون حارس موجود طبعا مش ممكن طبعا ده شيء من الجنون المفروض يكون العكس تماما هو مش للنادي الاهلي ومفروض ان هو قدام النادي الاهلي طبعا لكن لا انا كويس انتوا مش هتقولوا دي بقى دي نوعيه من الجمهور اللي بيسال حضرتك عليها ان الاخبار السلبيه بتشعر النادي الاهلي الاخبار اللي فيها تشكيك للنادي الاهلي ودي كتير قوي الاخبار انا قلت لحضرتك قبل كده كان جمهور الاهلي بيسخر وفاهم الحملات المغرضه الموجهة. لكن دلوقتي او موجهه لكن دلوقتي تكون حملات ماجوره ده صعب وده الجمهور الاهلي قلقان منه قوي الحملات الماجوره اللي شايفه البرامج طالعه ازاي البرامج بتحارب النادي الاهلي ازاي كل اخبارها سلبيه عن النادي الاهلي ازاي حتى اللائحه بتاعت النادي الاهلي اللي لسه الناس هتصوت عليهم 28 سبتمبر ازاي بيعملوا برامج للتشكيك في اللائحه